Sama kita. حتى حط الوضع عندنا صار يومين الحمد لله والشكر صار اتفاق حكمي بين المتظاهرين وبين قوات الشرع انه ما حد يرمي اللاف زين والحمد لله والشكر هو هذا اللي نريده لانه تظاهراتنا سلميه ونأكد على سلميه التظاهرات. ثانيا احنا هنا صار لنا من يوم 25 بالشهر انا طبيب بايولوجي الخيمه مالتنا يم المطعم التركي بس اجينا هنا نتفقد الوضع لانه دي يصير نقص بالادويه والمستلزمات الطبيه. وثانيا المتظاهرين هنا ما شاء الله اعداد كلش كبيره ومستمرين انه ماخذين عهد واحد ويا الاخ انه احنا ما نتراجع. لان هاي الحكومه فاسده وحكومه احزاب وحكومه محاصصه فاحنا لازم ما نتراجع. رغم اجواء الامطار لكن الشباب هنا ما شاء الله موزعين بدلات مطريه وماخذين تعهد انه ما نتراجع، ما يهمنا المطر لانه هي ماطره سابقا سنوات سابقه، احنا مو جديد يعني مو جديد علينا المطر. زين فالبارحه الشباب ما شاء الله يعني نايمين جوا الخيم. زين واكو قسم من الشباب انه رافعين العلم العراقي ولابسين البدلات المطريه ومع غناء النشيد الوطني وماخذين تحيه للعراق والنشيد الوطني. قبل يومين هنا جو علينا قام يضربون طلق حي، بصانات سحبنا فحصروا بنيه هنا اخذوا لي واحد ليغه ضربوك طلقه براسه ماكلوك مسدس يهوس يرقص فوق راسه يرقص يهوس ما ادري ايش ايش اشكال يسوون اي ينسحبون باللي الساعة الأربعة هيك ينسحبون تيجي الصبح مد قوة عادي شغب يجون لي جاي بالليل تنسحب اي صشم يضربون دعابر اسمه بمبات يصورونه يضربونه اكو تصور هواي جماعتنا مصورين بمبات يضربون بالليل هيك